وراك ب ب ب شوف يا الغالي شوف شنو يا الغالي اليوم on the house والضيف مو اي ضيف يرسم الابتسامة والله انا رسم الابتسامة من اول ما دش وهذا شيء صعب ضيفنا جاسم بهمن كيف الحال؟ اهلا وسهلا شو الاخبار؟ الاخبار الساعة 9 في ام بي سي اليوم ان شاء الله قايل لكم وهالشيء هذا صعب اخبار تمام دام الناس تدعي لي الله يرضى علينا دام الناس الله يشافيها كل شيء خير ان شاء الله دام ان اخذنا حكم المحكمة براءة من وزارة الصحة مبروك اني اداوم مبروك حياتكم ان شاء الله الحمد لله كل شيء تمام مبروك الحمد لله مبروك 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 عمي قول لي كابتن احسن كابتن اي لاني بيني بينك سنتين فلا تكبرني ما كبرك انا سويت البحث عليك انا ما راح اقول عمر كم بس لك طول العمر 66 سنة لك طول العمر لا لازم نعرف ناس لا موجود عظم عمري دش جوجل اعطيك حتى رقم فريتي انا سويت البحث عليك كامل بشكل كامل يعني ودي اسالك عن نفسك بس انه يعني انا كتاب مفتوح كتاب مفتوح اي سؤال تبي حياتي كلها موجود ترانسبيرنت الحين سمينا نفس بطل المي ايوه تقدر تشوفه ترانسبيرنت عمي استاذي جازم بهمن تكلمنا شوي عنك انت حق المشاهدين شنو حاب هم يعرفون عن جاسم بهمن يعني اعتقد جاسم بهمن اكثر مقابلات حياتي كلها الناس عارفه انا كنت حارس مرمى نادي القادسيه من اشبال لين وصلت المنتخب كنت حارس مرمى منتخب مثلت المنتخب كاس اسيا الدور الاسيويه بطولات اسيويه كاس العالم دوره الخليج هذا طبعا شرف لي انا واكون يعني خير سفير بالرياضه الكويتيه مثلت فيها والحمد لله على كل حال بعدها طبعا المعالج الشعبي من 87 والمعالج الشعبي عالج الناس 37 سنه تقريبا او 36 سنه انا بهالمجال موجود هذا جاسم بهمن واذا عندك اي سؤال عن الرياضه عن العلاج عن هذا انا اقول اجاوب على طول ما في شيء خشه لان حياتي انا حافظها اساسا عمي جاسم ابو محمد كنت لاعب كره حارس مرمى تمام ويو بارتيسيبيتد يعني شاركت بكاس العالم على ما احتياط كاس سمعت. العالم كاس اسيا اخذنا كاس اسيا وانا نعد النهائي البطولات الاسيويه واحده فيهم 78 واحده فيهم 82 لعبت فيها وصلنا النهائي مع العراق اخذنا الفضيه دوره خليج ببغداد الخامسه شاركت فيها بطوله العالم العسكريه شاركت فيها مع الطرابلسي العملاق الكبير هذا ما شاء الله ما شاء الله بعدين ذكرت لي انك حولت للطب الشعبي تقريبا عالج الناس طب شعبي لان كان يدي عالج طب شعبي انا ما كنت اعوذ بالله كنت انا كل ما تعور يدي عالجني امي تعالجني الله يرحمهم فاخذ معي فودي عند يدي اخذ احمد محمد عند يدي مطيري يرحمه عند يدي فقمت اشوف ساعات ازور يدي اشوف يدي شو يسوي يعني ما كان في بالي اني احافظ لكن وصلت مرحله قلت يا رب ان اعطيتني بعطيك اياه فالله سبحانه وتعالى بارك في العلاج وقال يزيد 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 فصار كله لله سبحانه وتعالى سبحان الله انا جاء اخوي ابو محمد عمي ابو محمد سمعت عنك وايد ليش ان يوني ناس مصابين في منهم اللي يروحون مثلا على المستشفى مستشفيات دول يروحون تايلاند يروح المانيا يروح المانيا يرجع الكويت يرجع الكويت اللي منهم اللي يسوون له يعني مستشفيات ما يخلوا مستشفى يرجع الجاسم مهما اللي ما يعطي للاسف يعني عندنا بعض الدكاتره اللي مزور كوتا ما اقول شهادته مزور بالطبوه يقول له اشكره اوعى لا تروح حق جاسم بهمن دير بالك اشكره يقول له هي عندي الريال روح ساعه طيب يقول له ها شفت شلون اعطى هديه الفيديو حق الدكتور اللي قلت له تروح جاسم يعني انا الحين مثلا في دكاتره يدزولي مرضاهم في دكاتره هم يجوني في دكاتره يقول لا دير بالك تروح له حقد وكراهيه شو اللي خلى المحكمه او خلى وزاره الصحه تشتكي علي بعض الدكاتره راحوا وكيل وزاره الصحه اشتكى على هذا فشلنا يا اخي يحط فيديوهات احنا ما نسويها الناس تتكلم علينا على المستشفيات على الدكاترات ما يصير احنا طلعنا فالصو يعني فعشان شيء صارت شكوى لكن الحمد لله الله سبحانه وتعالى ودعوات الناس الطيبه والعمل اللي انا قاعدين فيه من غير مقابل لله سبحانه وتعالى اول حكم براءه ثاني حكم عدم نطق الحكم التمييز جدا شكر حق كل المستشارين براء واني انا قاعد امارس حياتي العلاجيه مع كل الناس ما اخلي احد وزاره الصحه ايش اشتكت عليك يعني تمام
عشان كنت اعالج الناس تساعدهم. اي ما يفكرون ساعدهم في علاج. انا اعالج الناس فيه، انا اعالجه بلاش. الدكتور ياخذ من المريض 500 دينار. انا من اعالجه بلاش يطيب الدكتور شي خسر عنده 500 دينار. في علاج انا اعالج فيه الناس بالابره 280 دينار ياخذ الدكتور منهم. انا بلاش بعد ما ارجع حق الدكتور. شي يسوي الدكتور؟ يشوف غرفه فاضيه، يشوف عيادته فاضيه. فاكيد حقد كراهيه، قال لك هذا اللي شنو اللي بالطب ومزور. لا، لكن في عندي دكاتره انا ارفع العقال عليهم، لهم كل احترامهم كل تقدير. وهو عندي تعالج يدز مرضى يقول ما طبت روح حق جاسم بامل. الدكتور يقول له كذي، شو هذا شو يقول له دز؟ هذا يقول دير باك تروح، لان اذا رحت جاسم ما راح تجيني، ماكو كرت عافيه. عمي ابو محمد تليفوني متروس اسئله. متروس شنو؟ متروس اسئله. اسئله عمي اللي تبي تقوله. اي بس انت الحين اي سؤال تبي انا اجاوب عليه. انت الحين بتخليني اقلب التليفون، فتحت ابواب. قول لي عندك. انا قالوا لك انا جاسم بامل كل مقابلاتي كل قعدتي انا كتاب مفتوح. زين عمي ابو محمد، التشخيص احنا يعني اهم شيء انا عندي مثلا التشخيص، وكدكتور وكمعالج اهم شيء تبدا بالتشخيص. وصححني اذا انا غلطان عمي ابو محمد، شلون تبدي الامور؟ كله فضل الله سبحان الله. جاسم بهمن مستعد يشخص تشخيص اللي يشخصونه برا، ما يشخصون عند جاسم بهمن. هذا من الله مو من عندي انا، انا ما عندي شيء. نعم. الله سبحانه وتعالى. نعم. انا شخصك مريض التشخيص يدش حق المستشفى يقول حق الدكتور تقدر كذي، جاسم قال لي كذي، اكيد يزعل الدكتور العصب ويطلع كلامي صح. انا ما شخص غلط. انا شوف، انا شوف 94 لي مقابله بالتلفزيون الكويتي، كان مذيعنا ابو مشعل المسند الله يحفظه، وكان دكتور عبد الرزاق، عبد الرزاق سيدنا عبد الرزاق الله يرحمه، وكان دكتور عبد الباسط خطيب. فكان يقول لي الدكتور في 94 انت شلون تعرف الاشعاعات؟ انا ما اعرفها، المستشار انا استشاري. اقول له الله علمني شيء، هذا الاشعه طبعا مو كل شيء ثاني. هل هو هل هو الهام الله؟ كله الله. الله يلهمك بشغلات انت، لان لا لان انت قاعد تسوي شيء لله سبحان الله، هذا كله بركه الرحمن سبحان الله. انا في تشخيصات يدز لي فيديو الريال يحاكيني من تايلند. الدكتور يقول له عمليه، اقول له وارد الدكتور، اقول له الدكتور هذا ما يحتاج عمليه، هذا في 1 2 3 شوف الاشعه ما تشوفها، يعصب الدكتور، اقول له تسوي عمليه ترى يا الفلوس. لهالدرجه جاسم بهمني. هذا ايش منه؟ مني انا؟ الرحمن الرحيم، من دعوات الناس الطيبه سبحان الله. طاقه طاقه ايجابيه وقويه الحمد لله. كل حاجه انا اقول كتاب مفتوح، ما عندي شيء اخشه ولا عندي شيء ازيد اقول سويته ما سويته، لا لا انا اللي سويته اقوله. اي شيء تسالني فيه عمي استاذ ابو محمد، تقدر تعطيني قصه من القصص اللي صارت وياك؟ مره ليله وذيب يوم الذيب اكل هذا تبي كذي ولا قصه شرب؟ لا 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 زين. لا ابي قصه صجيه صارت معي. وايد قصص، وايد قصص. عطني واحده فيهم. انا اللي شفتها الصراحه بالفيديو واحد مشلول ما كان، وايد قصص. اي ما كان يقدر يمشي، وايد من هذا يولي الله يبارك لهم. في يبوا لي ياهل ما يمشي بجلستين يمشي. في واحد جاي من كذا ما اخذ ابر مال كورونا جايب عكاسه. فيديو موجود ما نقول. يطلع يشيل قطع صايته بعد ما يجيني الريال يقطع صايته ويمشي. شوف في حالتين او كذا في حاله اتذكرها يعني الحين ما انساها. عندنا احمد رفاع يعني فقير توه كان منتقم من الصبخات لنادي كاظمه، هذا ما انسى قصته. يعني وايفه توه شباب ويه ما له خلق، ها كان يقول والله عندي دكتور فلان قال لي قطع رباط، والدكتور قال لي انت عندك غضروف لازم خيار. حلو. وتوه منتقل لنادي كاظمه محترف. شفت لي؟ لا. قلت له عمي لا عندك هذا ولا هذا. شهر تيني شو لك عالجت اسبوع اعطيته برنامج حق 3 اسابيع وراح الريال. يعني بعد شهر لعب مباراه، موجود حي يرزق. عندي مره واحد يا بوليا من السعوديه، الدكتور الزهراني قال له عمليه. قلت له عمي ما تحتاج عمليه. قال بروح قطر باحتراف. قلت له تعال لي، وسكن بالخفجي كان كل يوم عندي اسبوع زمان. بعد ما جاء لنا راح، بعد اسبوع دق علي واحد قال جاسم حاطينك شكر في جريده عكاظ السعوديه، لاعب من اللاعبين انت عالجته كيت وحن راح وحط جول على النصر، والحين ريال يلعب في هذا الحكي قبل 15 16 سنه يوم كنت انا ساكن ترون 2002، والحين راح قطر محترف. في وايد من شغلات هذه. في ناس دكتور يقول له عمليه، اقول انت بصدقك؟ يعني في واحده هم شغله واحده، في دكتور قايل حق واحد عقيد الحين اعتقد لو صار بالمخالفات ولد سهلي مبارك سهلي، هذا يا بوليا
دق علي العضو جلال قال الله يخليك محمد ولد عمي، قلت له اليوم لمعه ويمعة عيالي ما اقدر، قال الله يخليك هذا عمليتي يوم الاحد دافع 7000 دينار حق دكتور استشاري فلاني. قلت له ماكو مشكله، يا الرجال عندي يوم لمعه شفته، قلت ان شاء الله ثلاث ايام عالجت لمعه، معنا ما عالج احد لمعه الا بعض الاحمد وقفت، هذا عالجت لمعه. قلت له تعالي السبت، يعني السبت عالجته، قال لي الدكتور عندك عمليه برقبتك، عنده عوار بدينه. قلت زين الدكتور ليش ما شال عوارك اساسا؟ قال لا عدد عملية و7000 دينار يعني السبت. يضحك شوية، الأحد ما في شيء، لا زال ما سوى عملية ترى من قبل 12-13 سنة مو الحين، كاو حي يرزق. من اللي زعل منه؟ الدكتور اللي ما دفع 7000، مني أنا زعل أني أنا خسرت 7000 دينار، بس أنا شيء لله. في وايد أمور كثير يعني، شوف حين أمور هالأسبوعين أو الشهر اللي فاتوا، تعال شوف الناس قاعدة تطلع يك عري يا بولي ياها من السعودية، فقير مسكين مستشفيات ما خلوا شيء يعالجونه، ما يقدر يوقف. أنا بربع ساعة جلس اثنين ثلاث قام يوقف حتى يعيد هو واري بول فيديو. زي هذا مو من الله سبحانه وتعالى، مو بركة الرحمن، مو دعوات الناس اللي تدعي. نعم. على شنو عندي؟ نعم. في من هذا وايد ترى. نعم. عشان شيء الدكاترة صاير عظم هني أنا عندهم. يا أخي أنا ترى ما بينك شيء، لا ببالطوك ولا بفلوسك، أنا أسوي شيء لله، بس أنت تسوي شيء الكرت عافية ترى يدير بالك، باشر تتحاسب عليه. تقول حق المريض بسوي عملية، المريض ما يدري، نومته بس غزيت غزيتين، شقيت المريض حشب عملية، أنت ما سويت شيء، شقيت لي بس وأخذت من 4-5000 دينار إيش حقه يعني؟ أنا وزير الصحة كان يحيل وايد دكاترة، خلينا نشرب قهوة بالبيت، شرب قهوة بالبيت، سمعت أنا صريح ترى، ولا غلط على أحد، أنا أقول واقع اللي أنا قاعد أشتغل فيه، لا زال الدكاترة، عندي واحد. دز لي هذا الواتساب قال محمد لكن قاعد مع مدير مستشفى وهذا داك على مدير مستشفى ما مستشفى، قال تشتكي عليه، قال الريال قال تشتكي عليه، غرفي فاضيه. هذا من ضمن الشكوى اللي وزاره الصحه. زين سؤال محمد، قول العلاج الشعبي يصنف العصب المخ؟ لا ولا شيء، او بشكل ولا شيء. عام ولا شيء، ولا شيء. علاج شعبي ما يصلف الا كسر وحجامه مع السلامه، لكن جاسم بهمن الله سبحانه وتعالى فيه عنده بركه، اصنفك من مخك لاريلك، من عصب، من كل شيء يصل الله سبحانه وتعالى. انف حنجره اقول لك كل ما عندك، انا عدل كسور الخشم كسر اسويه. العلاج الشعبي معروف ترى، عندك كسر حط حطبتين حجامه بس، لكن جاسم الله مبارك له دعوات الناس. طبعا الديسك اقول لك كل ما انا يعني ما اخطي في شغله، اذا ما طبت ما اعيقك. في ناس يجيني عندي اقول تحتاج عمليه، اقول ادري بس ما اقدر، ما ابي عمليه، اقول انا اعالجك كل ما اقدر، اشيل من عواره بسيط بس عواره ما يروح لانه يحتاج عمليه، بس انا ساعد انه يشوف انه يقوم ينام يعني هالشغلات هذه. واقول روح طب، انا اقول روح طبيب يسوي عمليه، انصح ناس يروحون المستشفى لان هذا طب ثاني، هذا اللي يحتاجه. انا ما اقول حق الدكتور حق المريض لا تروح، لا لا لا، اقول تحتاج تروح حق الطبيب الفلاني، روح امسك عمليه. انا وايد ناس دزيت على المستشفيات، ليش ما يعني هذا ما تشفع لي؟ ما له شغل بحد، هذا انا علي اني ما يرضي بربي سبحانه وتعالى. سبحان الله. ترى اليوم الفعل ليش مو متغدي؟ لا لا عادي عادي عادي، بالعكس بالعكس الحين غديك محمد، عفوا عليك من عيونه تنتين. انا عندي اسئله وايد بس انا برتب لك اياهم، نبدا بالاصابات الرياضيه. بما ان احنا قاعد نتكلم بالاصابات الرياضيه، من ضمنهم الناس اللي قاعد تتمرن بشكل عام اللي يحوشها مثلا ديسك، اللي يحوشها هاي مو رياضيه كمتن، رياضيه تمزق انكل ركبه، اوكي اي هاي تبعي واي نوت، هذا بس شوف تمزق فور اكزامبل، انا اقول لك حق طاقه الانكل القدم حلو، هذا يدي علمني اياها لان قاعد يطق لي انا يوم كنت اتعور، اعطاني عصايته والعصاية موجوده عمره 40-45 سنه عندي اياها واستعملها حق الناس. الحين في ناس قاعد يستعملون نفس عصايتي بالعراق، دكتور ذاك المحاطين للدكتور نفس عصايتي يطق هذا، وفي واحد ثاني نفس هم يستوي يطق. هاي بركه الرحمن ان الناس قاعد تقلدك انت وانت معالج ودكتور يقلدك. هذه اصابه انا في ناس هيك ريل هفت يجبس الدكتور، انا فتش الجبس ببيتي بقناعته، اذا شفت وارم اعطيه مده اسبوع الكره، اذا ما شفت توارم ثالث يوم يلعب كره، ثالث يوم. في لاعبين محترفين، في جولشي العربي لفت ريله مع الكويت، لفت ريله اللي بالتلفزيون هذا دشت تحت حشيش، بعد اسبوع لعب كره
محمد غانم اعتقد او في فراس الخطيب مسمنا نورينجا مسمنا الكويت داس على ريلا التلفزيون ريلا داس وقف كذي يا بعد ثلاث ايام لعب مباراه على ضد القاسيه وقوى العقاسيه هاي اصابه من اصابات اللاعبين اللي انا سبحان الله يعني خلاص كشر بالماء يجيني اصابه بالركبه الحمد لله التمزقات الشد الحمد لله كل التمزقات فور اكزامبل ناخذ التمزق حسب ساعات شيء اي دكتور اللاعب يقول لي تمزق اطالع انه ما في تمزق يقول دكتور قال لي فيك تمزق اقول له سوي له سونار يسوي سونار ماكو شيء لان ريله شاده اساسا انا اقول اساسا انت شلون طحت يقول لي شلون طاح انا اعرف اذا في تمزق شيء هذا واحد الشيء الثاني انا المس مكان الاصابه اذا في تمزق اقول له تمزق ولا شد ولا فيك شد وعالج حتى تمزق عالج ثلاث اربع ايام اعطيته برنامج يقوم يلعب كره يعني. باسبوع يلعب كره عم محمد بس التمزق من في البارشل تير والاوف ذا بون البارشل تير اللي هي تكون تمزق الصغير اوف ذا بون اللي تكون مشروع من العظم العظم ما له تمزق يا العضله يا الاورده الخارجيه الاورده الخارجيه أي. اي لا العظم ما يتمزق لا يتمزق لا التندنز الوتر ما يوصل لا ما يوصل هذا ما يوصل اللاعب ما يوصل له كذي اللاعب لما نشد عنده مو متمرن ما عنده لياقه فلما نشد او يشوت مره واحده فعنده تمزقين يكون يا غشاء العضله هني في عضله او العضله نفسها فانا بالملمس اعرف شنو وساعات يجيب لي السونار بالسونار اعرف ان التمزق عندك كثر كم مليون ايش محمد انا حاج تمزق اي قبل تقريبا هذا مو العضله ترى لا هذا الوتر ايوه الوتر غير العضله غير اي يعرف هذا من الله ترى مو من اسمع ولا درس اسمع اسمع وتر تندن البن البو تندن وهذا يسمونه شنو تنس البو ساعات ليش تنس البو لان شفت لعب اللي تنس تحوشه فحط الاصابه على اللعبه لما يقول لك انا انكل لعب كره قدم تلف ريله صارت حق اللاعبين لما تقول والله مثلا كيف طائره يقول شورد كل واحد له اصابه يا جماعه طالعها انزين واعرف انه مو ترايسبس احنا نسميها ترايسبس حق العمليه ليش سويت هو طالعها وقال لي هذه هي الوتر عمي 36 سنة أنا غمض عيني شوف كنت شو أضارك بعد كنت كل يومينك والله حمد كنت شايل وزن ثقيل إنزين والله ما أعرف أتمرن البوزان ثقيلة وحاش الوزن حاش التمزق ودكتور الفضيل المحترم ناصر دكتور ناصر نصف ما سكرها بوي قال لي ترجع تتمرن عادي دكتور اللي قبلها قال لي خلاص انسى تتمرن ما تتمرن بس خيط لي اياها كانت مشوله من العظم بالام ار اي مشوله من العظم خيط لي اياها عقب اربع اسابيع رديت العب ريول من شد الريول وانا قاعد اطلع الدري طحت على ايدي الاسبوع الثامن حاشة تمزق مرتين وسويت عمليه مره ثانيه والحين بفضل الله رديت ورديت اتمرن اموري الحمد لله طيبه فالتمزق يعني وايد 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 محلو خصوصا التمزق اللي يكون بالاوتار وايد 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 محلو مؤذي والناس تحس ان نهايه الدنيا وان خلاص ما راح تقدر ترجع تتمرن وان تكفر الكباب قطع اذا الوتر انقطع اذا خيطه هني خلاص يا في اعابه او ما في حركه لان الوتر لما يتخيط يشد يكسر شوي انا سويته خلال اقل من اسبوعين احنا اللي جيت نسلبه حط له ماء حار قبر صينيه نطقه طقه سوي الاحيام قول روح تمرن انياك تعال ان ما تبعد روح على السلامه يروح مع السلامه عمي محمد ايش رايك بالناس اللي يطقون ظهرهم زين بس كان فنان زين والرقبه شوف كابتن انت حق دكتور يقول دير بالك تطق اصابعك عمري 66 حتى يمكن 10 سنوات وانا اطق اصابع ايديني ما صار فيهم شيء لا تشذب يا اخي رقبه انا ما خلي انا نفسي اطق رقبتي ما خليت احد ما طقت رقبته يقول لك دكتور اوعى تروح يا سمان لا يطق رقبتك هي عندك جاي عندي خايف طقته يقول يا راح اقول للدكتور شو اسوي بعد شو اقول يعني عمي هل هي ورقته يدي كان عالج امي كانت تعالج بس جاسم بهمن الله عطى اكثر ما عطى يمكن كل معالجين العالم الشعبيين كل معالجين العالم هاي من الله سبحانه وتعالى يعني يدي ما كان مثل جاسم بهمن امي ما كانت حجي رضا ما كان الله يرحمهم عبد العال ما كان مثل جاسم عطني واحد معالج يقولك ما في مثل جاسم انا ما امدح نفسي بس انا اقولك انه ما في لان هذا الله اعطاني سبحانه وتعالى لان جاسم بهمن تبي حيامي سوك حيامي
كسور جاي بجبرك، تبي عوات الملابع الديسك خشونه تبي يسوي لك يعني، بس باقي عمليه ترى المعده لي عوات كل شيء كل شيء، هذا من الله مو مني انا. انت كل ما تدعي الله يزيدني. سبحان الله. انكلودينج كانسر جاسم بهمل الخليج درته السعوديه يمكن حوالي 50 مره، قطر يمكن حوالي 30 مره، امارات 30 مره، عمان 8 مرات، بحرين 7 مرات، عمان مصر وصلت، ايطاليا وصلت، يطلبوني ساعات ناس بدول بس ما يمدين اروح. هذا مو جاسم بهمل، منه ولا من الله ولا هالبيت، من الناس اللي يدعون. ما في معالج شعبي، لا تقول لي. وبالكويت من الياهل للشيخ للوزير لرئيس مجلس الأمة أنا معالجهم. ياسين بهمل قاعد الساعة 6 الفجر يستقبل 20 حالة، ما أقول حق واحد دينار في صندوق حط كيفه، وافتح الساعة 12 ونص واستقبل 35 حالة باليوم، يعني 55 حالة باليوم، ولا أقول حق واحد أبي دينار، والبيت اللي ساكن فيه ترى أجار مو ملكي، أدفع من معاشي وعالج الناس. هاي بركة الرحمن وهالبيت سبحانه وتعالى والناس اللي تدعيك إياه. هذا جاسم ما شاء الله تبارك الرحمن. وما أقول له ودائما أقول يا رب تعطيني عمر ليه ما أوصل حياتي أنا أكون أعالج الناس، لا لا ما بينكسر، أبي وانا طول حياتي أنا أعالج الناس. فأنت تدعي هذا يدعي هذا يدعي الله سبحانه وتعالى يزيدك قوة يزيدك كل شيء يعطيك الحمد لله كل حال. السؤال بس لك يا أستاذ شكرا سؤالك محمد تاريخ ولا جغرافيا؟ لا it's modern. أنا بالإنجليزي زين بس it's modern and I can ask everybody everything. كل ضيفي عندنا لازم يسأل نفس السؤال. قول هل عمرك فشلت؟ مو فشلت ما يطيب يعني أقول تحتاج عملية، ترى مو كل واحد أنا علشته راح ركض لا، بس في إصابات أنا علشها ما حقدر عليها، بس لما تيجي أقول ترى دير بالك علاج يحتاج عملية. انت سول عليك انا سول علي بس ما يطيب، بس مو اني انا عقته او عبته لا، في ناس ما يطيبون. هل ترشح لدكتور خاص؟ اقول له روح دكتور، اقول له فلان على الدكتور فلان سو عملي، عندي دكاتره وايد محترمين استشاريين. انا اقول روح حق الدكتور، حتى ساعات يقول لما يروح يقول له قول حق جاسم ترى انا مواعيدي، قلت له بعد انا اللي هذا عارف ان انت دكتور زين، سواء حق الركبه سواء حق الديسك سواء حق، اقول له ترى الدكتور هذا زين، هذا الدكتور زين، هالمستشفى روح له يروحوا. لا اخذ من الدينار من الدكتور ولا اعرفه، لو اشوفه ما اعرفه، بس لما اعرف ان هالدكتور سوى عمليات وانا احس ان عمليات شاطره اقول روحوا له. ليش ما تروحوا له؟ عمي ابو محمد الامراض الخبيثه نفس السرطان. شوف عمي لما واحد وشخ سرطان بعد خلاص ما منه ما نقدر نسوي شيء، خلاص يعني الغدد قاعد تاكل الالياف فما تقدر على شيء. الحين قاعد نقول مثلا في امور اعشاب سوى لعل وعسى تاكل مثلا، قول معي المورنجا، تاكل مثلا قول معي الحب البركه لا الحب المشمش حبه البركه زينه المشمش يقول يعني هالشرطه يقول اكلوا، لان في ناس يو فيهم سرطان خلاص يعني اكل سويت الحيام اكثر مره ما طاب يعني خلاص، لما تحوش الحيام تسوي حق الانسان كبدايته خلاص تنقيك وكل شيء، لكن من حوشك هالشيء يعني في حق واحد سوى على بقلبه انا سويت الحيامه معناته يطيب خلاص هو سوى اساسا، ريال فيه سرطان قاعد تاكل في جسمه سويت الحجامه مو معناته راح يطيب لا خلاص يتم هو كوقايه بس. واي عشبه تنصح فيها بشكل عام بشكل عام يعني مثلا العشبتين العقل والقلب هالعشبتين والله لا افكر ولا اتكلم عن الناس اقول يا رب حبيبي طيب هذا انت ما يحوشك شيء انت احسن واحد شفته ها سوى ها هاي قلبي ها لا ما كفر لا تفكر لا تتكلم خليك مع ربك سبحانه وتعالى لكن والله ها شوف شوف ايه انت تتكلم عن الناس ترى مرض ها خاف انا حايشني لا 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 شيله يوني ناس فقام ساكين ما في شيء مو مخلي الدكاتره بستين علب مخه اقول له كابتن شوي شوي يقول ها يعني يا بطيب اقول له كابتن ترى تحتاج طب نفسي مثل ما قالوا لك لا تشكي همك حق احد عندك عندك سجاده عندك ربي ويقف لكن اقول له يا جماعه ترى حاش عوار دير بالك تروح عمليه شقوا بطنك شقوا يا ولد انا قبس عندي عوار بس الناس تزيدك انت هنا عاد تعال شلون ترجع نفسك شلون تبي تعالج نفسك من النفسيه عشان تعالج نفسك من العوار العمار أنا ساعتي يقول الناس أو شيء لازم عالج نفسيته بعدين عالجه هو أدري ما في شيء لا أقول والله حبوب ما أكل كل ما تأكل
اكل كل شيء يقولك عنه. نسمع عن السحر الاسود، هل فعلا في شيء اسمه سحر اسود؟ كل شيء فيه، الله سبحانه بالقران قال كل شيء موجود. انا عالجت السحر من ضمن شغلي، عالجت حرق الجن من شغلي. انا اروح دول الخليج اسافر ساعات ما يبون حق العلاج، لا تعال اقرا لبنتنا على بيتنا على هذا، تعال شلون تلي ليني تلا. انت عندك مقدره وتقول حق الناس، بس الضعيف عقله هذا مو زين يطلع عليك انت، والله انت سويته. انا اسوي حق الله، انا ما لي شغل في ويك انت، انت شوف من شو تربيتك انت عشان تذب الناس. انا ريال عالجت السحر، فكيت ناس وايد من الجن والسحر وكل شيء، وصلت كل مكان كل مكان دول الخليج، كل مكان وصلت، والحمد لله ناس ارتاحوا تزوجوا وراحوا وافتكوا وايد. يعني هاي مقدرتك، بس تعال قول حق الناس ها ما ها يا خلد هلا هذا الله اعطاني اياه، انت عندك قوه تقدره، شوف ليني ما تخاف منه. اردم ما خلق الله الجن، اردم ما خلق الله الجن. انا ودي ننسى الناس شوي، ننساهم، خل الناس يشاهدون وان شاء الله يدعونا بالخير لي ولك ولا احمد ولا كل العموم ولا نفسهم هم بعد. نبي ابي اعرف عن الناس الملبوسين. تمام، شوف شلون وليش ومتى. اللي ما يصلي، اللي عليه حقد، عليه كراهيه، اللي عليه عين حاره، اللي عليه تابع يصير معاه، اللي ناس تسحره، ناس تسحره، يعني في ناس اليد تسحر عيالها وبناتها، اليد الام الاخت العم الخاله بالسعوديه، روح بيت خالتهم من اقرا كل شيء بين معانا، ونفك السحر ونحرق الجن اللي فيهم. وشون تفكر شلون تفرق بين السحر والعين؟ العين والله انا تعبان، مثلا ايش فيك طالعه، انت اقرا قران بروحك يا اخي، انت ما تصلي، من تقرا عليه ماكو شيء ثاني. العين هذا عين، عين النفس لا مارت بالسوء الا ما رحم ربي. نعم، انت الحين قاعد شفت ولد فلان، شفت شنو هاي نفس انت ما تدري، وتيك مثل طراقيك ساعات تكون مثل تابع يصير معك، مثل عبايه سوداء تضايقك، مالك خلق. لكن السحر لا، خراب بيت فيها، انا اقرا على الحرمه ريالي حاكيني، ويطلع لي شيخ لحتى لهني يقول لي ما يلبس زين، لما الحرمه حاكيك فيها ريال، وريال تمسكها تقول عن 20 ريال، هذا شلون دش في جسمها؟ مسوي لها سحر؟ سحر او هل ممكن هي تكون مكان يعني شو عاد يحتمل؟ يعتمد في ناس رايحه حفله رقص ترقص ما في شيء، طلعت من الرقصه طاحت، لان مثلا الجن كل مكان يكون معك، انت مثلا دشيت من المعاريس يمكن 10 ملبوسين مثلا ملبوسين، فيشوفونك انت حاول ترقص هذا يقولون مثلا يتحسون فيها يمسونها مثلا، امور كثيره يعني. انواع الجن ثلاث، خليك هو اللي ما له شغل فيه. الملبوسين ايه واللي يتكلمون معك شو يقولون لك؟ انا ترى وايد شوف كابتن، اقول شغله واحده، انا ساعتي تقول على تليفون من الكويت برا الكويت، انا ما اقول لهم شيء، بقول هذا صورتي وقول هذا جاسم بهمن بيقرا علي بيحرقكم، من يشوفون الصوره ويسمعون الصوت انا اتكلم بالقران ادز لهم فيديو. يعني ما بقول انا بصدقت ما صدق لك انت، يطيح المره تنعفس، بس تقول لا تجيبونه ما نبي غلط كذي، يدق ورقات اختي كذي، قلت له عرفت مقدرتك انت، يعني انت من كل ما تقعد الناس كل دول الخليج يعني حوالي 150 سفره، لو انت 60 سفره مسافر حق الجن، مال الجن الناس تعرف، الجن يعرفك، الجن يعرفك انت ايش تسوي، يعني قاعد تحرق عيالهم وتحرق شيء تفك سحره الناس. استاذ محمد، مع مسالتك يونك على ثلاث انواع، في منهم اللي يطيرون، في المارد، في العفريت على ما اعتقد صح، شو الفرق بين العفريت والمارد؟ هل اصعب انك مثلا اذا العفريت اقوى؟ عفريت اقوى، عفريت له قرن. والمارد؟ المارد يكون اجمل، بس طبعا كل واحد له خدام معه، والجن يقول جن عادي.
يك واحد يقول والله يتواحد على مارد حركته راح يبا ماذا انت احنا العامة الناس طباخ راعي انشرتي راعي خباز راعي دكتور هم نفس العملية ترى فتجي واحد هالكبرى يعني راعي بقال يدش في واحد من عيالهم قال يطلع انحاش قال حركت مارد هو حارق يحس نفسه انه خلاص وصل مرحلة اكذب ما خلق الله اكذب ما خلق الله الجن اوه شوف مرتين ما خلف اي والله ودي اسمع قصة مرة انا كنت في قطر عند شيخ من شيوخ قطر الحرمة الثانية مسوت لها سحر الحرمة الثانية الثانية الحرمة اي اي نادوني رحت قعدت اقرا يوم وانا قاعد اقرا سبحان الله هاللقطة ما انساها احنا بصالة صالون مفتوحين باب هناك الباب فيه مفتاح هذا قلتها كم مره وانا اقرا المفتاح رايح راد مراد يوقف رايح راد مراد وانا اقرا 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 لين وصلت وانا عند طبعا ماي مقري خل مقري اقرا وريش وريش من وصلت عند الباب رشيت مسكت المفتاح هذه المسحور يتي عشان طيح تحت رجلي هذا واحد شيء ثاني دق علي واحد قال الله يخليك عندي زوجتي رحت قعدت انا قعدتني الريال جبالي زوجتني انا مطمن البس اقرا لازم البس دس ما امسك البس سوس لا يديني يكون بيد المراه انا امسك اقرا عليها انا بس قريت عليها شفت طرزان ريال صرخ بويهي وانا قاعد طالع الريال انحاش راح ما يديني زوجتي فيها شيء استغرب انه فيها شيء لا انت ابو اسلاف اهله ما تخاف؟ لا يخافوا منك ابدا انت الحين مثلا تعرف ميسي تسمع عنه رونالدو امبابي يسمونه حاكم فلان حق فهني لما تقرا الناس ذيل يداولون اسمك يعني في يعرفونك يعني عشان شيء انا حتى الوضع هذا قمت اقلل يعني لا اتكلم فيه ولا اسوي وايد يعني كذي يصير ساعات انا مره كنت بعمان طلبوني حق واحد من الوزراء رحت هناك الا زوجته وبنته مسحورين يعني. قعدت انا قريت اول يوم قريت خلصت انا هني بالبيت عندي يبوا لي تكرم غنى اما غنى احب ربي فعندي خلا حشاكم عشان سامعين فيها توم المهم انا قريت على البنيه وعلى الاميه اول يوم بيت الفندق كنت الصبح انا دائما اقوم حق صلاه الصبح قبل مدة اصلي لازم وانا قمت اصلي اشوف واحد ينفخ بويه عند سريري كنا طالع حاكيته بس قال لك المدين طلع البرد وتقول بردة تبخرت بني حاش كان ندق على زوجي قلت له دير باكم على الصخله ماتت وماتت عيالها بعد لان في شيء داب بيتك لان الجني اذا بيتك بيدش حق اهلك فانا دائما احط دياي وحط هذا عشان اي شيء يصير لان انت يومين تعالج 50 واحد لابد واحد ملبوس لابد واحد عينه حاره نفسه مو زينه فيتم معاك يطق بديايك حمامك خير يروح لكن ما يطق في اهلك وانا عقب ما خلص اي شيء ادش داخل اقرا احصن بيتي وقعد صابر محمد هاي قصتين وطاف في وايد قصص بس خلنا الحين غير شوي روح حوالي خلينا نروح فلافل ناكل بطاط وهذا لا لا بنرجع شوي بعدين بنروح حوالي بعدين بنروح نحاول ناكل بطاط وفلافل ابي اعرف هل الانسان ممكن يدش بعلاقه مع الجن شو يصير هل الانسان ممكن يدش بعلاقه مع جن وايد 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 ريال حرة وايد بس ما يزيدوهم رغها يعني احنا هم يبون ساعة الحرمة هي تبي ساعة الريال مستعلس رهاق لا ماكو رهاق حق نفسه ما في رهاق فهمني أكثر أستاذ محمد يعني ترى مو بس حريم في ريايل صبيان يعاشرهم الجن بالحلم يون الحرم 16 أنا ما بقول كذي دش على اليوتيوب تشوف مرة نايمة قاعد يعاشرونها وهي نايمة هذا الجن بعد لا تقول كارل جاستن كذاب هذا شوف الواقع يعني فيوني يقولوا لي بالتليفون أسألها تقول والله أحس بمعاشرة أحس كذا كذي أقاوم ما أقدر مثلا أمور كثيرة يعني بس يعني زين وهل في جن زينين جن مو ما زينين؟ في جن الجن مو زين الروحانيين زينين السماوي زين الجن هذا أخر ما خلق الله ما تقدر تقول اللي زين معاك روحاني تقول جن روحاني غير
روحاني هذا روحاني سماوي وهذاك سفلي هذا الموزي ينام بالمقابر ياكل عظام تكرم خرح حشاكم ياكل ايش السامعين هذاك لا ياكل طيور الروحاني يصيد وياكل هل هو يعني كونه روح روح او شنو بالضبط هو نفس النوع الحين ما في عندك انت كافر ومسلم بالانسان اي موجود نفس الشيء ترى موجود مؤمن وكافر فيه هم نفس العملية موجود بس الجن إنسان شيطان إيه؟ لا تأشر على صاحبك لا مو أعيش على الكاميرا في 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 بينهم إنسان بس شيطان هم نفس الشيطان صح ولا لا نفس الشيء الجن نفس الشيء هذا الجن تحت لا تحاكي حاكي اللي فوق لا وساعات مثلا إحنا أمهاتنا يدودنا مثلاً فتقى مثلاً طيح تقول أبي بخور أبي هذا وايد يصير بيوت الناس هذا يكون معها من الروحانيين يعني مو من الجن لأن ما يأذونها وساعات المرض تقول أنا أقوم أحس واحد يقول قوم صلي قوم صلي قوم صلي أقوم صلي يعني هذا الروحانيين بالخير يونك بالخير يونك طبعاً. أي نوع من الخير خير يك أنت يعني يقعدك حق الصلاة ما يبيك شمال يمين ساعات مثلاً يحاجيك بإذنك يقولوا لي بس ما أعتقد يعني ساعات تقول محمد أنا والله فيني أقرأ على بنت أختي الطيب هذا هاي سايكولوجي نفسي يصير معها فيها زينين بس إنه يعني يمكن مثلاً ماخذ ورث من يدتها من كذا من كذا دائماً مثلاً اللي مثلاً اللي فيها المرأة أو الشاي مثلاً فشي يصير هالشيء يموت يشوف أطيب واحد من قلبه من عياله في يون عنده مثلاً تقبلهم خلاص يساعدونه مثلاً يعني يلباس لا تروحين هذا كذاب مثلاً تسمع إحساسية مثلاً كذي عيل أستاذ محمد في فرق بين الساحر والروحاني على الحوار اللي قاعد يصير الحين معاي تفسيري وصححني الساحر حيسحر فلان ابن فلان ويقطع بحر عشان لا أحد يعرف عنه تمام او يقطب المقبره او يقطب مكان كل مكان يحضر على حسب السحر هذا ساحر في هوائي في بالقبر في يحط معه خادم مارد ما يطعم منه في امور كثيره يعني هذا ساحر اي الصوب الثاني الروحاني اللي فوق بس الروحاني يكون شنو يعني ما يكشف حاله الروحاني ما يطلب منك ما يطلب منك ما يطلب منك الروحاني ما له شغل فيك أساساً يقرأ عليك يعني يعطيك دهن يقولك روح الطيب بس لما يقولك تعال أنا بسوي لك أنا بكتب لك أعرف إن أنا صار ساحر دجال وشو وشلون أقولك يدقون على البنات فقام مساكين 700-800 دافعين له ليش ها بالكويت مو برا الريال على المنبر تروح معطيه ليش قالوا لي هذا وايد زين 400 او 500 او 600 او 700 شنو سوالك بس يا معه بس ما يدي هذا انه باكر يوم القيامه في الحساب استاذ محمد بعطي قصه من حاله من حالات جتني احنا بمجالنا مجال الرياضه بشكل عام الكمال الاجسام في منهم ياخذون هرمونات الهرمونات لها عوارض جانبيه وبحر ما ودي اتكلم عنها وايد بس اعطي قصه بسيطه يعني يقول لي صايغ أنا هالبنت هذه يعني زوجتي أحبها وايد بس تكرم مو قادر أعاشر هذا مو قادر أكون معاها بس البنت الثانية اللي مو زوجتي أو ما أشوفها أهيج عليها أكثر يعني فعال أكثر على الثانية من زوجته شوف شنو هالسبب هذا؟ في سببين. الأول سبب إن زوجته ما فيها شيء بس المرة الثانية هذه ملبوسة جن ملبوسة جن فدائما تخليه هناك ضعيف عندها قوي بالحرام طبعا أو المسيار أو العرفي ما أدري يعني فدائما تخليه يكره الميت عشان سنة هذا داخله شيء مو زين هذا واحد في بعضهم الريال يدي الأم يتدي إن بنتها ملبوسة بس ما قدروا يعني يطلعونه شيء في واحد زوجها قط بحلجة الريال يأخذها بيزوجها خلاص حبة مسكينة من أسبوع أسبوعين تتغير معه بعد ما يقدر يقول لا
وامي ما تقول حق الرجال ترى ولدي مسحوره ودي الان، لا لا ما تقول، تبي تستكملها بس. وايد يصير معي شيء اقول حق الولد، يقول مسوي مزوج جاسم يعني اخر شيء اقول شلون زوج، يقول والله طيح، اقول ترى هلا قصوا عليك بس ما يقدر يروح حق محكمه حق القاضي، والله قصوا عليه مثل ملبوسه ما تقدر بلا فقير. ترضين على ولدك ان يزوجون بنيه ملبوسه؟ ما ترضى، لكن حق عيال الناس ترضين زوجين بنتك لهم. بس شوفي الله سبحانه وتعالى باش سوي فيك، هذا مسكين اذا ما عليك بنتي اقطع مسحور حق هذا. وايد يدقون على شيء فقراء مساكين، وايد يكسون خاطر. بس شنو يعني مشكله مو من ريان ولا من مثلا يامن يامن وساعات تقول جاسم تولي متزوج والحل الحمد لله تحتاج قرايه. يقول تولي متزوج جاسم، وهذا بيقول ابي ما يقول احس، هي تقول لي انا مالي خلقك، انا توك ما صار لك شهر، يقول اشوفك اسود. اقول ترى ما فيك شيء بس يلي فيه شيء. ها قلت له لا الظاهر قصوا عليك، بس انا ما اقدر اقول شيء. ولا تقدر تروح مخفور او محكمه او قاضي طالع طالع تعال وين ما وين انت ما فيه شيء، يصير عليك انت ما يصير عليهم، هم قطوه بحلجك خلاص سكوا منها. وهذا حرام، وما في رجال وحرمه تقول حق المعرس او هالمعرس ترى بنت مسحوره قرن عليها. ها يقول لا لا يدون حاشو منها. انا حيد السؤال مره ثانيه وانت جاوبت سؤالين بنفس السؤال استاذ محمد. السؤال الاول اللي انا سالتك عليه قلت لك يا من يا من هذا اي يا من المره المسحوره فقيره مسكر، يا هذا ساحره انه يكره هذه ما خلق اساس تجذب حقها. صح صح جاوبنا عليهم فعلا. ما يقدر يمارس الجنس مع خلي وقع هذه، ما يقدر ما يقدر لا لان خلاص فعلا يقول ما اقدر. يعني ما في وحده انه مثلا انا يكره على زوجته يبين، اذا كانت فيه ملبوسه يبين تطيح قبل القران، يقعد معاها يحط له قران يطالع حركاتها شيء، اذا ما في شيء يعرف انه ما في مو ملبوسه. هذا يكون السحر يكون لبس، هذا مو سحر مشروب. لا 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 مو شرط المشروب، مش لبس. اذا مشروب صاير تطلق ما تقعد بيتها. والفرق بين الملبوس والسحر هذا كبير بحر. اي عطنا يمكن انا ما وفقت شويه. شوف ندفع من البحر دمعه 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 واحده. في ساحر يحرق باسمك يجيك هواء، في ساحر يحط لك شغله شوكلوه، في ساحر يدفن لك بالمقبره، في ساحر يكتم باب بيتك، في ساحر رشبه، امور كثيره ترى. انا بالسعوديه مره كنت انجا ناس يكسون خاطر مرت عمهم تقطع من البيت يشوفونها يتكت وتمشي، اخوهم اللي هو عمهم يدش داخل يكت ويطلع يمشي. رحت قريت انا نظفت البيت يمكن حوالي نمت بالبيت من يومين ثلاث ايام، والله الحمد لله كل شيء راح شباب راح وكل شيء. بس انت يعني اخو والاخت بالكويت انا اليد الخال العام لما انا اقرا هم يشوفون الشخص نفسه يعرفون ان هذا يسوي ما سوى. انا ما اقول حق الشخص ولا اقول، لكن قرايتي لما اقرا فانت تعرف يبين معك. بعد مو تقول شيء الحين بعد الاميه تسوي اول ما تي ما الحين البنيه تسوي تبي رايلها خروف من اول يوم مثل الحلال. انت ريال ناس زوج منتج صبري عليه ماكو. انا عندي مره واحد طلب مني اقرا لي شاف على زوجته هي مو زين الله يستر عليها يبي يطلقها، كانت تقول امي الله يخليك اصبر شويه وعنده بنيه انا بروح اسافر زياره جايب لك ماي ما قلت انت لعل وعسى. خلاص قال حق ابوه بطلق. جت الاميه من السفر عطوه الماي شرب ماي بعد نياته بغير برجع ثاني يوم. الابو رضى ما رضى، اخواته ما رضوا خذوه ودوه وين؟ ودوه لمكه شربوه وهذا وهناك رجع ما قال بطلق برجع بطلق. تعرف على واحده في خدامه موجوده مالت خدامه الامويه تعلمها، تعرف على واحده خلاص بيتزوجها فقير مسكين يوم بيروحون يلتشون عندنا حادث حوض انكسر فقير مسكين راح بيرجع لها مره ثانيه اختها توديه مكه بيت الله بيت الله ونفس العمليه رجع بيروح محكمه بيطلق. وهذا رابطين ربط زين ترضي على ولدك ما ترضي على ولد الناس ترضي وايد عندي كذي مو شوي يعني ما يهمها بس صار نار جهنم باكر كباب كباب والله كباب تصيرون كباب يعني انت تبين حق
تبي ولد الناس على طول خروف عندك؟ وساعات البنية تتزوج خلاص هي أساسا شيطانة، مو بنت مو محترمة ما تصلي، لا 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 شيطانة، تأخذ ريال ثلاث أشهر تروح تدور ساحر تخليه ما يقول لها لا لا ولا شيء. من محمد شلون تصيد الجني تحكره؟ أنا أحرقه ما أحكره، أنا أحرقه وقاعدة طلعة العنبوة سلافة من الله يا جماعة ترى أعطيني المقدرة ما أكذب. ما شاء الله تبارك الرحمن 15 سنة بهالمجال الناس تعرفني تعرف قوتي طاقتي اللي عندي أصبعتها. خوش سؤال الوقاية، أنك أنت عمي هذا صافي مع الله موجود صلاتك ولا تسمع. مرة دقت علي أختي وأختي واحدة من البنات الحمد لله خليك أختي الحق أختي حس ما شاء الله شو قاعدة تحضر تحضر مش حطت هذا بجأة قامت صارخ عندنا الحين زين أنت حضرتي ما عرفت شو تردينا لبسها. الحين في فيلم طلع قاعد يسوونه فيلم أنت تشوفه تطبق تلبس. حطوا عنا جماعة لا تحطون الفيلم، ناس مشايخ جماعة لا تحطون الفيلم، ناس وايد تلبسوا بسبب اليهود الماسوني. يعني ولدك يطلع الفيلم ثاني يوم البوس عاد الحق عاد استاذ محمد امر هذا ترى بحر خروح مكان ثاني بحر اي امر يعني خروح السم لا ما عندي السم ماكو فايده مره يعني خاتم هديه يعني الخاتم بس قال اوه صاير لابس خاتم شنو هذا شنو في شنو في شيء في شيء هذا الخاتم في يني شنو في يني طلع عمان شنو بدينا ابي يعني present present هدية لا هذا الخاتم في شنو السوالف الخواتم اللي يعني في خواتم تلبس وفي خواتم يلبسون فيها الساحر يلبس فيها يعني يحكم الجني فيها الخاتم طبعا وفي خاتم بركة الرحمن فصه وبركة بس ما تشوف ساعة تحطوا لك خاتم يفتر بلى ملبسين في جني شو يصير في ين يعصي ولي أمره فش يسوون لهم يسجونه بخاتم بحجر فتي أنت تلقى خاتم. أنا استغرب الناس المستغربين إن في جن مو مكتوب بالقرآن وما خلقنا الجن والإنس إلا ليعبدون. يقولون أنا يعني أنا ودي ساعات يعني ودي أحط ساعات فيديوهات أصورها بس عيب الناس هيك واحد لحيته لهني شيخ وأقول لا البنت ما تلبس هذا ما يلبس يا ولدي حلال يعاشرونهم شو ما يلبسون أنت إيش تتكلم فيه وين وصلناها بس ما تبي ترد على كل واحد إيش عليك من خلك كيف بتصير تصير أنت مو زين إذا طلعت شذب أنت مو زين فأنت تقول لي عندك خلاص كيف أصدق ما أصدق كيف قال والله أنا قلت كذي والله أنا رأسي فوق ما توصل لي إيش حق أنزل نفسي حقي أنا ما الجن ما خاف والله الجن ما خاف منه تخاف من الإنس لأن عديم الفائدة ضعيف الإيمان لما يتكلم عليك ويقول ما كل دول خليجية كل دول العالم مثلا شنو انا ما طالعه لدينا هذا شوف الله يرحمه فهد الاحمد علمنا طريقه قال لا طالع ميمون لا تدعي عليه ولا الياهل ولا السفيه اذا رديت عليه تكبره خليه يولي انت عالي خلاص هو واطي يبي يوصلك ما يقدر فان رديت عليه بيوصلك فانت خلى قبل نختم الحلقه ابو عمي ابو محمد حاب أعرف التنبؤ اللي صار معاك مع قطر مو تنبؤ 2011 إيه والله كنت أنا في أبو ظبي نهاية كأس آسيا اللي في قطر استدعونا جاسم بهمن العنبري كرم جاسم يعقوب كان عبد العزيز سعد يعتقد أو المذيع فاستدعانا من ضمن النقاب قال كان مشتركين ثمان فرق عربية ثمان فرق عربية مشتركين سألنا سؤالين سؤال أول قال له مني يوصل نهاية كأس آسيا هذا قال أنا قلت ما في فرق عربي
شو قلت من فرق؟ جاسم قال العراق، اعتقد العنبري قال قطر او سعودي، انا قلت ما في فرق عربي يوصل نهائي. قلت انا ما. المهم اخر اللقاء شو يقول من ياخذ كاس اسيا؟ كل واحد قال كذي، انا قلت فينيتش الزرقاء، قال كان الكويت فينيتش الزرقاء، قلت له هذه العيوني. كان كوريا الشمالية، كوريا الجنوبية. المهم فازوا كوريا الشمالية الجنوبية على اعتقد استراليا يمكن، وفخذوا كاس اسيا. دق عليه تلفون قال محمد انت قلت عيون زرقاء ذا كوريا وفينيتش الزرقاء، انت شو وين جرى؟ قلت له انا كان عندكم حلم تحلم، قلت لكم الحلم هذا. قال شنو؟ قلت له ترى الحلم انا حلم ان قطر ما تنظر كاس العالم هذا 2011 مع ظهور مع بروز التقديم الزمن وهذا. يسالوني قلت يا جماعه ترى حلمان انه ما في كاس، ما في قطر كاس العالم. صار كاس العالم، صار بالله بالله وبركه الرحمن صباح الاحمد سبحان الله الله يرحمه. ويدون كل هالقطر ان قطر كانت تنغزو، كانت بتنغزي طيارات غزو، ما يصير سلاح اكيد انفجارات طيارات ما راح كاس العالم. بس الله سبحانه وتعالى وقف ابونا صباح احمد راح حق ترام قال له قطر ما بيها تنغزو، ويدرون وفعلا ترام وقف الدول بتغزي قطر وقفت. هذا من ضمن كان اللي كنا نشوف الحلم شفته. اليابان ما ادري من اي كوريا الامان هذا الزرقائي فعلا نسيت على كاس الاسيا ناسي. لكن فسالوني قلت يا جماعه ترى انا ما اتنبأ، انا حلمت حلم والحلم الله يحققه، مو بس انا وايد ناس حلمانين، لكن الله يوقف الحلم وقف حتى يحقق احلام هو الله سبحانه وتعالى. ومن صباح لمد وطيبه اهل قطر ترى كانوا طيبين اهل قطر، ابوه وحاكمهم نرفع قال شيخ تميم ونعم الشيخ ونعمل حاك لهم. فبهالبوادر اللي كانوا يسوونها الله سبحانه وتعالى وقف الغزو مش كاس العالم. ما زعلت كاس العالم على الناس والله ولا فكرت بحد، ولا فكرت بحد. ناس اللي قال يقول لك اللي يرد عليك او يتكلم معك سفيه 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 اللي يرد عليك انت ما رديت بصي انت مثله. اللي يتكلم ترى واحد منهم كان خريج سجون امارات، واحد كان بدون دورة عربية و لا لما خل الله عنده صعوبة وجود سبحانه وتعالى. فأنا أنا مو ضد قطر، أنا سألت قلت يا جماعة أنا نايم في بيوتكم ما أكل أكلكم، فلم تروحون والله أنا ما أحقد بعد أنا مستأنس صار كأس العالم و لأن كنت أتمنى إنه ما يصير اللي في بالنا. والله سبحانه الحمد لله أهل قطر طيبين حاكم طيب، فالله سبحانه وتعالى طيب عندهم وطيبتهم وكل شيء عندهم. الله سبحانه وتعالى وقف الحرب من صباح احمد راح قال حق ترام ما بي بويرات ترى وعاد عارفين كلها قطر، قال ما بي قطر تنغزو. والحمد لله صار كاس العالم وخلص، وصارت لنا كاس اسيا بعد وخلص. ديرة خير، ديرة يعني ديرة الشعب محتضن كل عياله، ومو حاكم هو اخوهم ترى شيخ تميم اخوهم، يعني تشوفون كله وضع. انا يعني يقول يمكن فوق 30 مره راح زي قطر نايم ببيوتهم عارف وعارف وعارف هالقطر كلهم، لكن واحد اثنين لا طالعوا حبايبنا اخواننا قطر واهل الخليج كلهم فوق الراس. هم هاوس ويد جاسم بهمن، امي جاسم بهمن شرفت بمعرفتك وايد حبيبي الصراحه ما له نهايه، ونفس ما قلت مو بحر اوشن بس انا نهر حلو اوشن انا نهر صح ولا لا؟ ريفر هير وي جو الاوشن يغرق الريفر يشربك ما حلو ما حلو ايش تبي من احلى من الماي. الحمد لله كل حال مع السلامه نحبكم وايد نورت المكان عمي جاسم بهمن حبيبي عمي بيس اند لاف مع السلامه. شات اوت تو ال ماسل من بريطانيا لندن يا الغالي لندن، وهذا انستغرامهم اقوى سبلمنت على وجه الارض بريميوم جريد فارماسيوتيكال جريد. تبي تجسد تبي تنحت تبي تنشف شاف اهم فيك الغالي الداعم الرسمي حق اون ذا هاوس وذ شريدد ديزل صارت اي والله صارت